عجبتني هذه مرة. هذه الأجل تجنن. كم سعرها؟ 200. 248. أول شيء خذت هذه، أخيرا حصلتها، كنت أدورها لي فترة من أبو خمسة، وكل ما أروح ألقاها خالصة. لقيتها عند ابتكارات الصين وفرصة خذيتها. وهذه المبخرة طحين فيها، أشوفها مستخدمة بكثرة، أنيقة وحلوة كذا، بس دائرية من فوق، غطى ذهبي. وبرضو هذه المبخرة برضو أشوفها هبة. برضو هذه المبخرة أشوفها هبة منتشرة، يعني عليها إقبال. هذا تابي اللي طايحين فيها، بس عشان الشمس ما بانت صور لكم فيها إن شاء الله تشوفونها. أبجورة صغيرة تنحط على الطوفرية. وخذت هذه ستان شمعة، مرة أنيق، أنا أقل كياتا. حطيت هذه الشمعة، حسيتها كذا شتوية. وهذا الأشياء الخارجية اللي هو هذا تبع الصنوبر، وهذا القرع أشكال، هذه قرع وهذه في كذا شكل. خذيت منهم ثنتين، وهذا الشكل بعد في قرع أبيض وورد مجفف خريفي. وخذيت هذه العلبتين، عاد راح أشوف شو أحط فيها، واحدة صغيرة واحدة كبيرة. طبعا أنا عارفة أكثركم راح يقول إنه ما عندنا خريف، إحنا صيف شتا فعلا، بس إني أنا حابة أشتري أغراض الخريف كذا عجبتني. وخذيت هذه الأكواب، مرة عجبتني، أنيقة بشكل للشاهي. بيالة، شوف الكورة الصحن كيف فلكشته. خذيت اثنين منهم بس. والله هذه الأغراض حدا فرجع، هذا أحبه كيف كلكم مثل تحبونه. راح نسقها معكم واشوفها ان شاء الله. هذه المنتجات اللطيفة البسيطة، تغير النفسية وما تكلف، بس كذا جدا نفسيتي وتحف. يا مرحبا، حابة اقولكم ان هذه غرفة المعيشة عندي سويت فيها اشياء جديدة، جددت عليها. اللي متابعني يعرفها قبل وراح يشوفها الحين بعد. اتوقع المقاطع اللي قبل حذفتها، اذا موجود حطيت لكم من قبل وبعد. اول شيء شريت مكتبة للشاشة، وشريت ما شاء الله تبارك الله هذه الجميلة اللي خذت قلبي، المدفأة، وركبنا ستاير الحمد لله، واخيرا حطينا ستاير. فالحين اللي عارفها الزولية ترى مو مقتنعة فيها مرة، بس وأحسها ما ناسبت مع المدفأة، حتى ظلمت جمالها. المدفأة كبيرة، 1.85 متر، يعني مترين إلا 15 سنتي، ارتفاعها 85، ومرة جميلة جميلة. الشعلة تتغير ألوانها. المدفأة يجي معها جهازين، جهاز للصغير هذا للراديو والسماعات وبلوتوث، وإيش كمان، بس يعني يختص بالراديو والسماعات USB. والريموت الثاني اللي هو هذا الأسود، اللي هو غير الشعلات، يطلع صوت للمدفأة، صوت النار راح أسمعكم إياه الحين، ويغير ألوان الشعلة. هذه المدفأة كده راح تسألوني كلكم هي زينة
طبعا هذه المدفأة أكيد كلكم راح تسألوني هي زينة ولا منظر ولا تدفي؟ لا، هي منظر وتدفي. تدفي بالشتاء ولها قوتين، قوة ضعيفة قوة قوية للحرارة للتدفئة، ونفس الوقت شوف الحين أنا مشغلتها بدون تدفئة بس شكل. عندكم هنا بالريموت أغير ألوانها، فيها 12 لون، ألوانها جدا غريبة وحلوة مرة رايقة. حتى تتحكمون بقوة الشعلة، يعني تبونها كذا مستمرة أو ثابتة. والصوت اللي حابة أسمعكم إياه، شوفوا الآن هي بدون صوت، شوفوا راح أشغل الصوت وفي 3 ارتفاعات، هذا واطي، راح أطفي المكيف عشان تسمعون الصوت، هذا الواطي وهذا درجة أعلى شوي وهذا أعلى شيء. وإيش كمان فيها؟ فيها مؤقت إنك تبين مثلا تولعينها ساعة ساعتين إلى 90 دقيقة عندك. فيها برضو كمان إيش اللي هي الحرارة تشتغل، برضو تستخدمين فيها الريموتات، وفيها تحكم من نفس المدفأة هنا، وهنا السماعة، وهنا التدفئة، حتى مكتوب ممنوع التغطية، هذه المساحة بس البسيطة هي اللي تطلع منها تدفئة، هنا سماعة ثانية، وهنا الراديو اليو اس بي والبلوتوث، وهذا شكلها من قريب. هنا ايش بنسوي؟ راح اغير ترتيب الديكور اللي فوق المدفأة، ما ادري راح اخليه نفسه او راح احط ريفي، بس اللي متأكدة من راح احط هنا فوق المكتبة ديكور ريفي، وهنا بالطاولة بالوسط ديكور ريفي. تجمع اللي شريت واي شيء يعطيني ايحاء ريفي، الوانه شكله جبته عشان بشوف وش يطلع معي معاكم. جبت كل شيء عندي، شريت ريفي او اي شيء يدل على الوان وايحاء من الريف، بشوف وش يطلع معي معاكم، راح انسق واصور لكم.
اخيرا هنا انتهى الفلوق. اتمنى الدعم، تعطوني رايكم بالصاله بعد ما حطيت بها الديكورات والمدفاه. لا تنسوني من الاشتراك اذا متابعه جديده، واللايك ومشاركه المقطع في حساباتكم مع الاهل والاصدقاء.